السلام عليكم دار قوم المؤمنين، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. هذه مقابر شهداء أحد وسيد الشهداء، طبعا سيدنا إمام الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وقد قيل أنه في زمن ما من قديم الزمن جاء سيل إلى هذا الوادي بين الجبلين، فقرف الرمال وظهرت جثث الشهداء، جثامين الشهداء، ورأى الناس أنها ما زالت تشغب دما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأعمقوا لهم ودفنوهم مرة أخرى. ولكن لا ندري مدى صحة هذه المعلومة أو هذه القصة، لكن نحن نصدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يبقى دمه كما هو إلى أن يقوم يوم القيامة إن شاء الله، إلى أن تقوم الساعة. طبعا اللي ورا طبعا ده الجبل، جبل أحد اللي ورا المقبرة، مقبرة الشهداء. ونحن الآن المقبرة هذه في مكان المعركة، في مكان المعركة. وهذا جبل الرماة، هذا جبل الرماة، وهذا هو المكان الذي الواقع بين جبل الرماة وجبل أحد، الذي وقف الرماة لكي يحمون القادم من هذا المكان يغيرون عليه بالسهام. وكان وجهة المشركين من هذا المكان، وجهة المشركين من هذا، من هنا، والمسلمين كانوا واقفون في هذا المكان. فنسأل الله عز وجل أن يرضى عنهم. هؤلاء قوم وصلنا الدين على جثثهم، هؤلاء قوم وصلنا دين الله عز وجل على جثثهم، ونحن فينا من يتنكر لهم، وفينا من يتنكر لدين الله عز وجل ولا يعلم لهؤلاء حقهم ولا قدرهم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى في مستقر رحمته مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. وهذا الأخ محمد قاسم أبو زياد، ما شاء الله جاي معنا من الشركة، فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياه على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.